أنا كمعلمة دمج السمعي أتواصل مع الطالبات بالوسائل التقنية الحديثة بالاستراتيجيات. عندنا التواصل اللفظي للطلبة اللي عندهم بقايا سمعية والتواصل اليدوي الإصبعي أو التهجي الإصبعي، وفي عندنا التواصل الكلي نستخدم الطريقتين اللفظي واليدوي. إذن يعني كيف ترين اندماج هؤلاء الطلاب مع بقية أقرانهم في المدرسة؟ حقيقة الأمر أنه اندماج جيد جدا، تواصل الطلب العاديين مع طلابنا السمعي، دائما يحبوا يتعرفوا على لغة الإشارة، دائما لاحظهم يجيوا عندنا الصف حابين يتعلموا لغة الإشارة، حابين هم يجيوا ياخذوا الطلاب للمهارات الفردية، لحصص المهارات الفردية. نعم. ماذا عن إشراك هؤلاء الطلاب في بقية الفعاليات والمناشط التي والمسابقات أيضا التي تقيمونها هنا في المدرسة؟ جميع المناشط والأنشطة اللي تقام في المدرسة طلابنا نفس الشيء يشاركوا فيها، سواء حصص الأنشطة، حصص الرياضة، حصص مثلا إذا كانت هناك مسابقات على مستوى المحافظة للمواهب أو مسابقة حفظ القرآن الكريم، كذلك الطلبة الدمج السمعي والدمج الفكري يشاركوا فيها.